السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ال LED في حالة الشد. وال LED قلنا هو عبارة عن طول التماسك ما بين الحديد والخرسانة، طول التماسك اللازم ما بين الحديد والخرسانة. في ناس كتير بتسأل يقولك ايه الفرق ما بين طول التماسك وطول الوصلة. طول الوصلة دي يا باشا بتبقى بين سخين حديد، فانت عايز تعرف طول الوصلة ما بينهم كام. لكن طول التماسك اللي هو ال LED ده ما بين اتنين ماتيريال وهم الخرسانة والحديد، انت محتاج طول التداخل ما بين الماتيريال دي والماتيريال دي يبقى كام علشان الحديد ما يحصلوش انزلاق جوه الخرسانة وعلشان الإجهادات تتنقل بشكل آمن. طيب ال LED في حالة الشد بيكون 60 فاي أو 1 متر أيهما أكبر؟ يعني لو هتستخدم قطر 12 تضرب 60 في 12 وتقارنهم بـ1 متر وتشوف مين الأكبر بتعمله. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الفيديو عجبك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. اعمل لايك للفيديو واعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.